هنبدأ بقى النهاردة جولتنا من عند باندا. طبعا باندا للمقاسات الكبيرة زي ما مكتوب قدام حضراتكم اهي XXX لارج ومقاسات كبيرة. هندخل بقى نتفرج على حاجات التصفيات. طبعا احنا في اسكندرية، ده شارع النبي دانيال، ده شارع النبي دانيال، تجيله من ناحية محطة الرمل من شارع سعد زغلول، شارع متفرع من سعد زغلول. تمام، هندخل كده عند الإشارة. جماعة امشي شويه، شارع النبي دانيال اللي فيه المعبد اليهودي، هتمشي شويه لغايه الاشاره والمختار قصادك اهو. تعالوا بقى ندخل النهارده نشوف ايه الموديلات والاسعار والخصومات وكل حاجه. زي ما شايفين اهو مكتوب 55، وهنشوف كل اللي احنا ايه اللي احنا عايزينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي كده باول حاجه، هنبتدي بالبنطلونات. طبعا في زي ما احنا شايفين في اكتر من حاجه وكلها مقاسات كبيره. عندنا هنا مثلا بنطلونات يوجا بانس 125، المقاسات لغايه اكسات كتير يعني. عندنا مثلا هو مفيش منه للاسود بس ولا في اسود وبني وكده؟ لا ده اسود اللي هو اليوجا بانس. اليوجا بانس واللي وراه في منه الوان اسود بقى وكحلي وفي زيتي كمان. عندنا برده هنا ب 125. بصوا يا جماعه، ده عباره عن ايه كده؟ توينز على بعضه ب 125 زي ما احنا شايفين اهو. تمام، توينز في منه موف وفي منه الاسود، في كمان الاسود اهو عشان اوريه لكم برده. ده الاسود اهو. لو طلعنا فوق شويه هنشوف البلوزات. البلوزات 125 جنيه، 125 جنيه. تمام، 295. ده جواكت الجينز، برضو الجواكت دي تنفع ايه يعني، انتوا عارفين خريفي صيفي شتوي، وفي بقى منها اكتر من لون. البلوزه دي في منها هو على سيمون، وفي منها على زيتي، وفي منها على اسود، والجواكت زي ما احنا شايفين كده. في كمان البلوزه دي المشجره، بس دي خامتها مش فسكوز، خامتها كده زي قماشات اللي هي بتحر شويه، دي ب 85، هي نقشه واحده. واللي جنبها دي هنشوف بكام، دي 125 اللي قدامنا دي. تمام، في كمان حاجات تونزات زي دي برضو للمقاسات الكبيرة زي ما قلنا، ب 85 التوينز على بعضه، ب 85. نشوف الحكاية دي بقى ومكتوب عليه 85. بصوا يا جماعة التيشيرت بتاعه والفيست، طلعت القطعة الواحدة هي ب 85، يعني الفيست ب 85 والتيشيرت ب 85. طبعا هو كل الفيستات سودا زي ما احنا شايفين، والالوان بس ده اللي بيتغير، في اخضر اهو، في على اخضر، وفي على مبيتي، وفي على اسود كمان، اسود ولون بترولي كده. تمام، هوريه لكم بقى كده برضو شكله، وادي اللي هو ده، ده 125 كله، وده كمان. وشفنا الجزء اللي فوق ده، تعالوا بقى كده نشوف حاجه تانية. طبعا في بروفا في المحل عشان البنات اللي دايما تسالني على حكايه البروفا. نشوف برضو دي خامتها ايه، دي ب 85 برضو، زي ما بقول لكم الخامه اللي بتحر دي مش خامه قطن او فسكوز. لا، في كمان الجاكيت ده، ده ب 225، ده شميز ب 225. تمام، في بقى حاجات كتيره تحت، في بلوزات اهي بكام، في بلوزات دي اللي احنا كنا شايفينها فوق دي ب 85 برضو. في تيشرتات، التيشيرت ده ب 125، التيشيرت ده ب 125، في منه هو على اسود، ممكن يتلبس كبزك وممكن يتلبس كده، في منه على اسود، في منه على كحلي بس شكل تاني اهو، اوريه لكم عشان لو حد عايز ولا حاجه. بصوا يا جماعه اهو حاجه زي كده، تعالوا كده نتفرج مع بعض كاننا احنا مع بعض بنعمل شوبينج. بصوا في حاجه تانيه هنا، هيلب يور سيلف بقى، في حاجه عليها ورود برده كده، بصوا الجمال، ب 125. في ايه تاني؟ في على مستارده، في على مستارده كده، اوريه لكم برده. بصوا على مستارده كده، يعني كل المقاسات موجوده. نرجع بقى الحاجه مكانها. تمام، تعالوا بقى ندخل ايه على بقيه المحل. طبعا باندا من زمان هو معروف ان هو للمقاسات الكبيره. في برضو عندنا ايه، في عندنا الام 85 دي اهي موجوده اهي زي ما هي، وفي ال 220 عندنا ده برضو قطعتين، اي قطعه فيهم ب 85. في فيست وفي تيشيرت بتاعه برضو، الفيست الطويل او الكارديجان الطويل الكات.
في كذا شكل اهو، تعالوا نتفرج على الاشكال. في على فكره منه فيست، بصوا ده اللي ورا ده، ده شكله اهو. في كمان فيستات لونها فوشيا، هنشوف الفوشيا ده شكله ايه. بصوا يا جماعه، تمام 85 اي قطعه فيهم. في ده اسود برضو، يعني بصوا هتلاقوا انا شايفه اسود وفوشيا بس، والتيشيرتات بقى متغيره فيها الوان كتير على حسب ما انت عايزه. عندنا ده برضو القطعه ب 125، بودي من تحت والكارديجان من فوق او البرولو اللي هو القطن ده. وادي بقى ايه اشكاله، في منه مستارده وفي منه اسود وفي منه اللون ده، لون كده بيج فاتح خالص، تمام. وفي برضو القط، يعني في ده وفي ده. وادي البنطلونات الجينز اهي 220، طبعا زي ما شايفينها مقاساتها كبيره عشان انتوا اهو. ده كده مثلا 44، تمام. وفي ده اللي وراه 46. في طبعا مقاسات عندهم كبيره، هم مشهورين بالمقاسات الكبيره. وفي كمان طبعا هو بيبقى باستك، ما بيبقاش بالسوسته. في ده برده ب 85، ده بقى على جل شويه، ده بخامته احلى من التانيين. ده على جل مشجر كده. في كمان اهو ده برده عايزه اوريه لكم عشان تشوفوه من بعيد، اللي هو الفيست ده، الكارديجان والفيست. في كمان البنطلونات دي، ونشوف كمان الفيست القط 225 ده. والتيشيرت ب 85؟ لا ده 145. 145 التيشيرت، تمام. بصوا التيشيرتات كبيره ازاي، يعني هي حلوه ان هي كبيره بصراحه، فيها حاجات كتير قوي. ودي بقى ايه الحاجات بقى اللي موجوده بقى في جيبات كمان، عشان دي بنطلونات. هنشوف الجيبات دلوقتي كلها بنطلونات، تمام اهي. وفي كمان الفستات القط دي، اللي هي اللي بيبقى زي بيزك كده قط بيتلبس من تحت. البيزكات بكام القط؟ اللي هو الدبل فيس ده ب 55، الدبل فيس ده اللي هو ب 55، وده الساده ب 60، الساده ب 60، والمشجر ب 70 زي ما احنا شايفين. اوريه لكم برده الحاجات اللي هي بتتلبس ايه، بصوا الحاجات اللي هي بتتلبس من تحت دي، اللي هي البيزك. شفنا الالوان وشفنا الخامات بتاعتها، والبنطلونات كمان في منها فواتح اهي. وفي البنطلونات اللي هي الكلاسيك، اللي هي العاديه القماش بقى، موجوده برده. موجود البنطلونات القماش بكام يا حبيبتي؟ 145 البنطلونات القماش كده احنا. وفي برده ده كان من المره اللي فاتت، الكارديجان ده، ده بكام ده؟ ده ب 85 برده، تمام. هنشوفه هنا، بصوا شكله بس كده. ايوه ماشي، متشكلين يا حبيبي. ده كده ب 85 هو والمنقط والحاجات المنقطه دي. طبعا احنا عملنا الجوله هنا في باندا، يا رب الجوله تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.